رأس اليوم في الرباط رئيس الحكومة عبد الله بن كيران الاجتماع 11 للتوجيه الاستراتيجي لوكالة الشراكة من أجل التنمية تفعيلا لميثاق حساب التحدي الألفية بالمغرب، وقيمة التزاماته المالية حتى الآن أزيد من 3.5 مليار درهم، أي ما يعادل 90% من الميزانية الإجمالية للحساب حسب ما قاله المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية. خديجة جمالي وعبد الله عياد. اجتماع تميز بتقديم النتائج التي تم تحقيقها من لدن الأطراف المنخرطة في تنفيذ المشاريع والأنشطة المدرجة في برامج حساب تحدي الألفية المغرب، حيث تم الالتزام بأكثر من 5.3 مليار درهم، أي ما يعادل 90% من الميزانية الإجمالية للاتفاق، عبر مجموعة من المشاريع تشمل مجالات الفلاحة والصيد البحري التقليدي والصناعة التقليدية ومحو الأمية والتكوين المهني والخدمات المالية ودعم المقاولات، حيث بلغ مجموع المستفيدين 600 ألف. الوكالة هي في طريق مزيان بالنسبة لهذه البرامج، لأنها وصلت تقريبا 90% في الالتزامات المالية ديالها. بالضبط وصلنا الآن لخمسة ديال المليار ديال الدرهم وفي الالتزامات المالية، وتقريبا 4 مليار ديال الدرهم الدفعات. أشغل هذا المجلس سمتها الإعلان عن الشروع في إغلاق ميثاق حساب تحدي الألفية المغرب، والذي سيبلغ متمه بعد 7 أشهر، لتطرح تساؤلات ما بعد الميثاق. الوكالة غادي تكمل الأشغال ديالها في سبتمبر، نص ديال سبتمبر 2013. اش غادي يجي من بعد؟ اللي غادي يجي من بعد هو أن الوزارات اللي غادي المعنيين بالأمر غادي يكملوا داكشي اللي بدينا. احنا كنتمناو أن ما نخليو حتى شي حاجة، أننا نكملوا كاع داكشي اللي بدينا، مع العلم أن المغرب الحمد لله توصل اليوم أنه ياخذ ميثاق ثاني. دابا غادي تبدا مفاوضات ما بين الحكومة الأمريكية والحكومة المغربية باش يحددوا الميادين ديالو. وكالة الشراكة من أجل التنمية مؤسسة عمومية مغربية، مهمتها تنفيذ ميثاق تحدي الألفية بناء على قواعد الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والبيئية المستدامة.